تصويت سناب حلو. تصويت سناب. تصويت سناب حلو. على سناب القناة. إي تصوير شاشة. أيوة. على مشاهدات. اي والله هم شاف سناب القناة ولد اهم شيء اهم شيء صح اهم شيء الوهمي يشيلونه تبين خله ان كان ما هو بوهمي يستاهل السناب يا اخي شوف النقاد ما تكلموا وقالوا وهمي اللي هم عارفين الكفت نعم هذا ما يصل هذا التصوير ذا ما يصل عندك تويتر عندك منصة اكس اشتروا فيها وهمي اليوتيوب اشتروا فيها وهمي الانستغرام اشتروا فيها وهمي سناب يمكن بعد ما لا 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 مارك الوور شو اسمه برنامج الثاني اليوتيوب وهمي السناب ما يمدي ابن امه يشتري فيه وهمي برنامج الاصفر الاصفر هي ممنوع انك تقول اسم البرنامج ولا عادي العادي عادي حلو زين حلوين ممنوع مهم ممنوع مستحيل منصة السناب قوية صح قوية يا اخي اصلا حتى الفائدة للسناب القناة اي والشيء الثاني فائدة السناب القناة هذا الشيء الاول الشيء الثاني والله ما ادري كيف راح تبين اللي مع جماهيريه صح صح بالعدد صح اما اليوتيوب والله مبدع الحوت اليوتيوب والله انسان عظيم طول عمرك اشكرك صراحه والله عظيم ايه. اشكرك ابو فهد اليوتيوب يا اخي واعدك لو يرجعون حصات الجمهور تصويت سناب ها بياخذها شخص ما انا شوفوا انت اذا قلبتوها تصريح يا اخوي اللي على قلب واحد ايه تصريح انا والله انا اصرح بصرح حق لي والله فانا صرح صرح انت ابو مسر صرح انت عادي معك عادي ما شك حسين كدر اول ما جيت اول الليل تقولون حنا على قلب واحد واللي بياخذها عادي انا على قلب نعم اللي بياخذها عادي وليش تقول انا حق الواحد يصرح بس بحدود منها ما ينقص اخويا الشيء الاول الشيء الثاني ما كثر ما كثر في التصريح يعني انت تقول انت تقول الحين ابو فهد انا صاحب الجماهيريه صح عندي جماهيريه كلنا عنده جماهيريه كلنا عنده جماهيريه انت تقول بس انت تقول الحين انا صاحب الجماهيريه فقط محمد فهد انا ضد اسمع اسمع اسمع, أيوه. اسمع. اعدك وعد دقيقه محمد ابو فهد قبل تكمل انا ضد التصريح انا اذا استمريت يا اخويانا على كلامكم هذا فاصرح من هذا المنبر كلامي اللي جيت من البدايه اقول جيت هنا اتمشى واضحك وادور العيشه انا غيرت رايي ها وش رايك وسوف اخذ احد المراكز الثلاث كفو واقسم بالله العلي العظيم اللي استمريت في برنامج انت المراكز يا المراكز الثلاث لا اخذ واحد منها وانا عبد الله بن سعيد ثانية أعلنها من المنبر هذا صبيان جمجم عزوتي أمش زنبوم أمش وجمهوري عزوتي كفو شيباني عزوتي كفو والله لا أقعدها على ذي كفو وقعد كل يوم الرجال يصرح كفو لا أقعد أبثركم بالتصريح أشكر أما ناخذها من هنا لا ما في هنا أنا هنا لا لا ما في هنا هنا محمد فهد لا عاصف يا أخي أقسم بالله لك ما تجمع لي جيع قسم يا أخي اطلع من حياتي يا مسلم أتحمل أنت أبو مسر تصريحي نعم والله صرح رجي قام يصرحون لا صرح اوعدكم اوعدكم اذا طال المدى أيوه؟ شوفوا مبارك الصخيل فقط كفو نعم كفو والله هلا ما يحب غيره نستمر برنامج براجل عبد الله سعيد العلاني فيه يا المراكز الثلاث انت ابوني واحد منها كفو ولا فعدوني الدور بين رجي لا كفو والله انت عدوني الدور ها صار اخذ عزيزي صبيان صرح احتكرها ثلاث مراكز ايش هي؟ ثلاث مراكز احتكرها اخذها كلها لا لا ببقي لكم ان اخوي على قلب واحد انا اقدر يعني شوي طيب طيب, طيب نعود الى محور حديثنا اسلم كمل المراجل كلها منا وفينا ها وين راح المراجل منا وكلها منا وفينا وش وفينها تصاريح وانا ضيعوا ضيعوا الرجال يصلح يا ارسلوا ارسلوا افتح افتح البنك أرسلوا عبر القنوات حمام زاجل كملها ها لبيه خدام أرسلوا عبر القنوات حمام زاجل تدخل معي في حاجة سم كم أقول بشربي شير والله بس وش بغيت أرسلوا عبر القنوات حمام زاجل فيها لك سم ها فصل وتعال بس زه طب أعطيك الفكرة ونشوف إيش ترى صرحتك بيه صرح أرسلوا مثل الرجل يوم صرحوا ها إيش قلت إني بأخذ أحد المراكز الثلاث انت قد كنسلت العيشه ولا ما ادري والله انت قد سالتي من قنوات ارسلوا انا اسمع الواقعيه لا 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 القافيه 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 القاف القاف قصدك جل جل جل
جل حق الحلاقه. لا لا جل حرف جا لام. جل حق الشعر. لا يعني اجل جل حق وش شوف الشط محمد فهد يا مراجل يا مراجل يا مراجل وش اخر حرفين؟ جل 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 جل. طيب افتحوا بيبانكم حنا الفينا اخر فينا نا ايه افتحوا بيبانكم بالله عاجل عاجل جل جل المراجل كلها منا وهنا فينا عاجل عاجل على الف وجيم ولام ايه ثلاثة حروف الف وجيم ولام واللام اعتبرته مشدد يعني ايه على اربع حروف طيب يعني قوية قال وارسلوا عبرنقا لا قنوات يشلها وارسلوا عبرنقا لا تقع يا رسالة ايوه يا رسالة ويا جمهور القاف جاء خلاه يزبطه يدخل على ايه ويا جمهور الواقع ارسلوا حمام زاجل دي فيها حمام فيها 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 ملفات ولويات مطاب اصبر اصبر تجي ما عليك تسلوا تسمون اياها اخلقكم اياها في ساعة السابقة تطلع بيدها كلام هذا التصريح سلام السابقة اروح اشيك على الرعية توجيكم على جميع الرعية اطلع القلم اللي معك يكتب نعم ونعم لا تكبر خلي هذه مساحة عشان نكتب لا تكبرها تكفى لا 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 بس بس بس, بس, بس خلاص 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 اكتب يا محمد فهد دقيقة خلاص شكرا ما نبغى الله لا يشكر دقيقة اخوي والله فيك من نكت يا اخوي كان قلنا لك بنكتب مني لا محق هدت انا صادق اهم ما نمحك ابشر بي هسه ما قرت قري عقلي عشان يقر عقلي